حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. لا لا، دي جيجي. دي جيجي بعد ما راحت للدكتور وعملت الفيلر. يا نهار ابيض. لا بصي شكلها وايه الشفايف دي وايه الخدود دي هتفرقع يا حبيبتي. سيبك من الخدود، المهم الشفايف. راحت للدكتور حمار نفخ لها عند العجلات اللي جنب. يا عيني يا عيني يا جيجي يا عيني يا اختي. انت جيتي امتى؟ أنا لسه جاية من ربع ساعة. وحشتيني. عاملة إيه؟ تمام. طيب أقوم أسيبكوا بقى. بينا ليه؟ لا اقعدي يا زوزو وإحنا بنقول سر. لا راح أطمن على صاحبتي بعد اللي حصل لها ده. لا حقك الصراحة. الله حلوة دي، جديدة؟ عجباكي؟ حقك عليا يا نادي، حقك عليا. انا كنت فاكره ان الموضوع والقعده السخيفه اللي انا عملتها دي لو ما اتكلمناش فيها هننسى، بس واضح ان انا قلت كلام كتير قوي ما يتنسيش ولسه مضايقك. انا اسفه. انا بس كنت حابه اكون انا اللي بقول لكم، يعني لو واحدة فيكوا عايزة تسألني على حاجة اشرح لها حاجة. مش محتاجة تشرح، مش محتاجة تبرر يا نادية. انت ما عملتيش حاجة غلط، انت حبيتي. عارفة يا أمينة، أنا بعتبر حياتي ملكك انت واختك، حقكوا عليا ان كل حاجه تبقى واضحه قدامكم. مش عايزه اي حاجه اي حاجه تضايقك ولا تضايق. بس حياتك مش بتاعتنا احنا. لا
حياتك بتاعتك انت يا نادية، والصراحة كفاية قوي اللي انت عملتيه عشاننا. انت وهبتلنا حياتك بما فيه الكفاية. من حقك تحبي وتفرحي، من حقك تعيشي حياتك. والصراحة نبقى وحشين قوي قوي لو قلنا لك لأ. فأنا بجد أسفة حبيبتي. أنا بفرح لما أنتوا بتكونوا مبسوطين. عارفة، بس مش لازم تنكدي على نفسك عشان يبقوا مبسوطين. استني، ده سليم. ألو، إيه يا حبيبي؟ آه طيب خلاص أوكي ماشي، نتكلم الصبح. باي، سلم لي عليه. ماله؟ لا اصل اونكل لسه جاي من السفر وتعبان، فسليم هيبات عنده النهارده. انت بقى تباتي عندنا. جدا جدا جدا. انا مقدر طبعا اللي انت فيه يعني، وعارف انك بتتفاجئ. بتتفاجئ؟ بتتفاجئ دي تقولها لي لو انت قررت تبيع الشركه وتصفيها من غير ما تقول لي. بتتفاجئ لو انت اتجوزت وخلفت العيل ده من غير ما تقول لي. انما تتدخل في حياتي الشخصيه وتاخد قرار زي ده بالنيابه عني وتلعب كل اللعبه دي، ده بنسميه ايه؟ غلطه. غلطه؟ ايوه غلطه، انت اللي كنت هتعملها. انا اتدخلت فعلا بس عشان اصلحها من ورا ظهري، وخليت المحامي يقنعني ان هو هيعمل الكلام اللي اتفقنا عليه، وبعد كده تروح تتفق مع داليا من ورا ظهري يا بابا. كان لازم يقول لي على فكره، ما كانش ينفع اسيبك تغلط غلطه زي دي. غلط او صح، دي حياتي ومحدش يتدخل فيها. محدش يحسبني ان انا اعمل حاجه مش عايزها. انا مش هصدق ان انت قعدت كل الفتره دي من غير ما تقولها. ما فكرتش هواجه مينا ازاي؟ هقول لها ايه؟ ازاي تقدر تبص في وشي في وشها طول الفتره دي؟ ازاي؟ يعني انت زعلان ان انا خبيت عليك واصريت ان ابنك يتولد، مش كده؟ طيب ما انت قعدت شهور مخبي عليا موضوع تعبك. حصل؟ موضوع داليا نفسه خبيته علينا كلنا، والحمل من اساسه. انا لو قلت لك ساعتها كنت هتعمل نفس اللي انت بتعمله ده دلوقتي. انا عملت ايه؟ كان لازم استنى لحد ميعاد الولادة. كنت هقول لك طبعا، بس داليا حصل لها مضاعفات واضطرت تولد قبل ميعاد. كان لازم اسافر لها، ما كانش عندي اي وقت. مش راح يعني، هي ما عرفتش تخليني اعمل كده، هتحطني قدام الامر الواقع وتفرض عليا الطفل ده من غير ما تسالني لو انا عايزه ولا لا. عايزه ايه؟ ده ابنك. وانا جايب لك مصيبه. طبعا مصيبه. ان الطفل يظهر في حياتي وانا متجوز طبعا مصيبه. لا مش مصيبه. لان انا وانت عارفين ان انت عايز طفل من امينه من مراتي. بس انت ما فكرتش في الموضوع. ما فكرتش هنعمل ايه مع داليا. داليا ما فيش اي قلق منها. خلاص. ماضي التنازل عن اي حقوق ليها في الطفل قصاد المبلغ اللي هي اخذته. وهي ما خدتش الفلوس دي الا بعد ما عملت التحاليل اللازمه وتاكدت من ده. براحتك بقى تقدر تمهد لها براحتك يعني. لو ان انا متاكد انها عارفه انك عايز الطفل ده زي ما هي عايزاه، وعارفه برضو انك كان ممكن تتجوز ست تانيه وتجيب منها الطفل اللي هي ما قدرتش تجيبه. خلاص انا ريحتكم من وجع القلب ده كله، والطفل جه من غير ما يبقى فيه ست تانيه في حياتك. على فكرة لو هي عايزة تكتبه باسمها تكتبه يعني، مفيش أي مشكلة. أنا مش مصدق إن أنا بسمعها. لا طبعًا أمين عندها حق. يعني هو طبيعي واحدة في السن ده لسه بتفكر في حب وجواز واتجاز. على فكرة هو مش كبيرة، أنت عارف هي اتجوزت يعني؟ يا بنتي أنا ما بتكلمش في سن، شوية عندها كام سنة، بتكلم في بنتها الكبيرة اتجوزت. بنتها الصغيرة خلاص اتجوزت. هي إيه بتفكر تعمل فرح معانا ولا إيه؟ حسن ما تبقاش ضايق. أنا مش ضايق والله، أنتوا عليكوا إيه اللي غريبة؟ هو إيه اللي أمك ماشية مع عمك؟ بس مش ماشية. ماشي يا ستي، اسمها بتحبه. ماشي، أمك بتحبه. وكانت بتحبه من قبل ما تتجوز باباكي الله يرحمه. اللي هو أصلاً راح اتجوز عليها وخلف بنت أنتوا لسه سامعين عنها من أقل من سنة. والبنت دي راحت صاحبة خطيب أختك القديمة. يعني والنبي لو حد عدى سمع الكلام ده يقول عليكوا إيه؟ أنا مش بفرق لي كلام الناس. لا معلش، في الحب والجواز والحاجات دي غصب عنك هيفرق. يعني أنا لما جيت اتقدمت لكم أنتوا ما سألتوش عليا؟ سألنا. طيب. يعني لو حد بقى غيري جاي يتقدم لك كده وعرف كل القصص دي، هي هيكمل؟ حسن، أنت مش عريس صالونات.
انا وانت مع بعض عشان بنحب بعض بغض النظر عن مشاكل الاهل. ايوه صح طبعا انا فاهم الكلام ده كويس، بس خلي بالك احنا لما نتجوز ملناش علاقه بقى في مسلسل عشق المنوال ده في بيت 24 ساعه ده. لعلمك انا ما كنتش جاي لولا ان انت حلفتيني بحياه زوزي. انا مش عارفه ليه انتوا جايين عليا قوي كده. لا بقول لك ايه، بلاش بقى السهوكه والسهتنه بتاعتك دي، كلت معانا في الاول لكن مش هتاكل معانا بقى كل مره. ساره انا لا بتسهتن ولا بتسهوك، وانت عارفاني كويس قوي، واعتقد ان انت عارفاني صح ولا لا؟ احنا كنا متخيلين ان احنا عرفناكي بقى. لا عرفتوني وعارفيني كويس قوي، انا ولا بخاف ولا بكش، وبقول للعور ان هو عور في عينه. حلوين الكلمتين دول، ما تقومي كده قدام المرايه تقوليهم لنفسك. قلتها لنفسي 100,000 مره، بس لقيت نفسي مشدوداله غصب عني وحاولت اهرب مش عارفه. القلب وما يريد يا ستي. قلبه ما يريد؟ وقلبك ما ردش غير اللي كان في ايدين اختك؟ ما هم سووا بعض، وهي راحت للي شاريها وهي شارياه، وقالت بعظمة لسانها ان عمر ده خلاص ما بقاش يلزمها ولا يهمها، بس يهمني انا يا ستي. يعني انت بالعه اللي انت بتقوليه ده؟ الحكايه دي عاديه يعني؟ عادي؟ انا ما بقتش فاهمه العادي بتاعكوا ده شكله ايه؟ انا بنت جوازه كانت في السر. قعدت 10 سنين من عمري فاكرة إن أبويا ده ليا لوحدي، لغاية ما اكتشفت الحقيقة أول ما نزلت مصر، لقيته رامينا في اسكندرية وبيجيلي مرة كل 3 4 شهور، حتى اسم العيلة مش من حقي إن أنا أستخدمه عشان ما يتعرفش أنا بنت مين. عمر ما جمعش أبقى مين، ما جمعش أخت أمينة قريبتها. أول مرة اتقابلت أنا وأمينة الوضع ما كانش طبيعي، حتى لما عرفوني ما كانش بشكل طبيعي، حتى لما اتقيلته وحبيته طلعت علاقة مش طبيعية. انت جايباني هنا ليه يا شهد؟ يعني عايزة تتكلمي وتفضفضي عادي يعني، ولا عايزاني حنن لك قلبها؟ عشان في الآخر شايفيني إن أنا وسخة، حتى ما فكروش يسمعوني. بعد كل اللي حصل بين أمينة وعمر قعدوا مع بعض وسمعوا بعض، استكتروا عليا حتى هي وعلي يقعدوا يسمعوني. يعرفوا انا عملت كده ليه؟ في ظلم كده؟ ما قلتليش ليه ان انت روحت؟ لا انا لسه راجع، قلت بس اسيبك تخلصي براحتك. اصل انا كنت في ميتنج كده، هنطلع في التلفزيون نتكلم عن الحمله، بفكر اتكلم عن الادويه الناقصه. بقول لك ايه، ما تيجي نقعد سوا ونفكر كده ممكن نتكلم في ايه؟ اونكل بقى كويس؟ احنا ممكن نلغي الغدا بتاع بكره ده ونعدي عليه لو هو لسه تعبان. اه احنا ممكن ناجل كل حاجه كذا يوم لحد ما يخف، هو كده كده لما يخف هيعدي علينا. لا اخبار طنط ايه؟ ما حكيتليش. كويس ان انا بيت هناك على فكره. خدتني في حضنها وقعدنا نهر طول الليل. وقعدت افهمها ان انا مش رافضه الموضوع. وانتي مش رافضه الموضوع ولا عشان احنا قلنا لك؟ هو انا جوايا حته فرحانه لها بجد، اصل ماما عمرها ما اتبسطت ليها، طول عمرها بتبقى مبسوطه لينا او بينا. طب انتي ما بينتيش ده ليه؟ عشان اتعصبت انهم خبوا علينا. ليه يعني؟ كانوا فاكريننا انانيين ومش هنوافق؟ لا مش شرط، احنا احيانا بنخبي حاجات عن الناس اللي حوالينا عشان نبقى عايزين نحميهم، نفتكر لو قلنا لهم الحاجات دي ممكن نخسرهم. ده اسمه كذب يا سليم. لا ما انا خبيت على اهلي لما تعبت، وانت برضه خبيتي على اهلك لما تعبتي لحد ما استوعبتي وبعدين اتكلمتي معاهم. في فرق بين اننا نخبي وبين اننا نكذب. وانا مش شايفه الفرق قوي، بس سيبك انت دلوقتي، لازم اتعود على فكرة ان ماما مصاحبة. مش كان ابوك اولى بالطلعة دي؟ سكين ميلك واكسترا شوت فانيليا. دي حاجة؟ شكرا. عمر كنت عايزة اسألك على حاجة، ايه اكتر حاجة شدتك ليا؟ هو مش بدري شويه على لعبه الصراحه دي؟ احنا لسه بنبتدي اليوم. بتكلم بجد،
يعني كل راجل في حاجة معينة بتشد في الست. إيه بقى اللي شدك ليا أنا؟ أنا بتشد للست الحلوة. وأنت زي القمر. طيب هو إحنا ليه لغاية دلوقتي مش بنقول إن إحنا متصاحبين في الشغل؟ لا كده بقى أنا اللي هسألك. أنت قابلت أمين قريب ولا حاجة إدت لك كلمتين؟ عشان أنا مش عارف أخبي إن أنا شايفك متضايقة ومتوترة. أنا مش متضايقة ولا متوترة. أنا بس بحاول أتعود. تتعود إن هي خرجتك من حياتها؟ أمينة فاهمة إن أنا اللي خرجتها من حياتي. وندمانة ولا إيه؟ السؤال اللي المفروض أسأله لك أنت. أنت مش هتخليني أندم يا عمر صح؟ تستقيل؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لو عايزها بشكل رسمي هبعتها لك على الميل. رسمي ايه؟ طيب مفيش صاحب مال بيستقيل اصلا. مفيش اب يعمل اللي انت عملته. انت بتردها لي بقى. انا كملت في الشغل ده عشانك. انا ما عملتش ولا حاجه كنت عايز اعملها عشان ما اسيبكش لوحدك. عشان كتفي يبقى في كتفك زي ما انت بتقول. بس لما اتسندت عليك وقعت. سليم من فضلك ما تخلطش الامور. ما تخلطش الامور ازاي؟ امال البيزنس دير اللي عملته على ابنك ده مش خلط؟ ممكن لما تهدى نتكلم. ما بحتاجش. اوه وبعد؟ بقالي يومين مش قادر اهدى. مش عارف افكر. مش عارف اتكلم مع امينه. مش عارف افهمها ايه اللي حصل. اذا انا اصلا مش مستوعب اللي حصل ومش مستوعب فكره العيل ولا عايز اتكلم معاك اصلا. طب اقعد طيب نكمل كلامنا الله. اديني وقت. اديني وقت افوق من الالم اللي نزلت بيه على وشي. بعدين نتكلم. طيب اذا كان انا امين لا انا لحد دلوقتي بحاول الاقي لك عذر على اللي عملته. بس لو اتدخلت بيني وبين امينه واستغليت مشكله حملها عشان تضغط عليها مش هيبقى في اي عذر بيننا. تمام؟ اتفرجوا على ايه؟ صور؟ طب حسن قولي ان انتم مسافرين معانا الويكند الجاي بليز. لا ويكند جاي ايه؟ لسه ورانا حاجات كتير قوي. على فكره انا هبتدي اشك ان انت بتتهرب مننا، انت عمرك ما بتسافر معانا في حته، في ايه؟ يا بنتي قولي لها حاجه، انا ما بين تمرين ليلى وما بين عندي شغل، ما فيش حاجه تاني. لا ماليش فيه، انت جاي يعني جاي. عايز يخلع من السفريه بتاعت الويكند اللي جاي. السفر السفر. هو انت هتخلع انت كمان ولا ايه؟ والله شكلك انت شخصيا مش هتسافري. وهتقعدي قدام التلفزيون تأسأسي الابن شكلها. سيبك من الاثنين البدويين دول. لا حول ولا قوة الا بالله يا زوزو. في ايه؟ مش احنا ورانا تجهيزات فرح؟ لا اختي خلاص لا يا حبيبي مش هقدر والله نفسي. بس سارة موعداني انها هتيجي هنا ونتقابل. انا بقالي كتير قوي ما شفتهاش. يلا يا جماعة السفرة جاهزة. مين اللي حماته بتحبه جاي يتغدى معانا؟ اهلا اهلا. اتاخرت ليه؟ يا دوب. اهلا اهلا يا عادل ازيك؟ مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. اسف اتاخرت عليكم. لا ابدا ابدا جاي في الوقت المناسب. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. دي بقت حماته خلاص. انا مش بقيت اتجوز هو وامك قبلينا. ما قلتليش يعني انك جاي؟ انت عايزه تطيح عليا الضحكه الحلوه دي. كده بقى القعده كملت. نتغدى وبعدين نحلي. بس يا خساره مفيش اكلمك. يا بنت انا اسف انا اسف. المره الجايه ان شاء الله انا هجيبها بنفسي. لا 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 مفيش اكلمك المره الجايه. في الدبلتين والاسواق يا اخويا. انا ما عنديش بنات يفضلوا طالعين داخلين كده مع شبان. عايزه كل حاجه تبقى رسمي. سليم ما تحضرنا؟ طالما في خطوبه ودبر يبقى خلاص لازم ما نسال عليه الاول. طب طب الستات وعليا انت اقف جنبي. بصراحه ما فيش ما اقدرش اقف قدام الستات. معلش المثل بيقول اخطب لبنتك. حسن عليا يلا بقى. لا حسن مش عايز ياكل معانا ولا يسافر معانا ولا اي حاجه. ما انا قلت لك براوي. لا خدها ما تأجرش. خدها وسافر. مش عايزينها. يلا اتفضلوا يا اولاد. الله حلو. لا مقاسي طبعا.
ده يجنن. برافو سارة. هاخده حبيبتي، بس المرة دي هدفع ثمنه وما تستعبطيش. يا دي الخيبة. ماشي حبيبتي، بعدين اهبطي بقى. طب قولي لي انت بقى، عملت ايه مع رامي؟ بقدم رجله واخر رجل. يا دي النيلة. قعدتي ولا هشتريها؟ والله ما عارفة، الراجل ده كل ما يقرب خطوة مني ببقى عايزة اخد ديلي في سناني بيو يا فكيك. بعدين باخد نفس عميق واقول عقلي يا سارة عقلي. ربنا يكملك بعقلك يا سارة يا حبيبتي. عقبالك. بس يعني ما دام عزمتي امك العدل على الغدا يبقى نقول ان شاء الله كده هتعقلي ان شاء الله. نفسي اعرف عرفتي ازاي؟ وانت شفتي هو بيركن ولا ايه؟ لا، امك كلمت امي وهي بتعمل شاي. والله العظيم الناس دي بتحسسني بايام مراهقتنا. اه والله. يعني مادام سمعتي أمك العادل وطنط ناديه يبقى ان شاء الله كده هتهدي وتسمعي شهد. غلطانه من ساسها لراسها، والله العظيم انا اديت لها كلام في جنبها طلع من نفخها. انا مش مصدقه انها كلمتك، ده ايه البجاحه دي؟ مكسوفه منك يا ماين، دي كلمت عاليه وعاليه منفضه لها. هي صعبانه عليها نفسها. ما صعبش عليها روحها لما رخصت نفسها وصاحبه عمر في السر. عمر ده مش سهل. بقول لك ايه، هو منين حرن قوي بقى وقت فرحك لما عرف انها اختك، ودلوقتي عمال يلف حوالين نفسه كده علشان يفتح معاها سكه؟ ها الله اعلم بقى مين بيفتح سكه مع التاني. عندك العين احنا عشان نعرف بقى، يبقى تقعدي معاها وتسمعيها. هي اختارت على فكره وما اختارتنيش يا سارة. ما تبقيش ظالمه يا ماي، زي ما اختارتكيش. لو ما كانتش اختارتك ما كانتش تبقى هتموت علشان تقعد معاكي كده وتبرر لك موقفها. هي حاسه بالذنب، بس هي بس محتاجه كده ان حد يحضنها ويطمنها كده ويديها زقه. لا ده انتوا مش بس اتكلمتوا، ده انتوا اتكلمتوا وقعدتوا وفضفضتوا ما شاء الله. يا سلام، دي محظوظه قوي، لقيت لها الوقت ده كله فين؟ ده انا بشحتك يا شيخ. ايه ده، هو انت هتقلبي عليا انا كمان علشان كلامي مش عاجبك؟ لا انا مش حالب عشان كلامك مش عاجبني يا ساره، انا حالب عشان انت مش عاجباني. يعني مره تجيبيني وتديني درس في الاخلاق عشان انا متعفرطه على موضوع الحمل وازاي لازم اهدى كده واخد الامور بسلاسه، وانت اصلا مخلفه من اول شهر جواز، يعني ما حسيتيش باللي انا حسيت بيه. وجايباني دلوقتي عشان تديني برضو درس في ازاي ابقى مش ظالمه لما اختي تروح تصاحب واحد انت عارفه عمل فيا انا ايه كويس جدا. وانت اصلا مش عارفه تغفري للشريف بتاعك ده، سخفته اللي سخفها عليكي اول سنه جواز. ايه يا شيخ؟ هو انا علشان انصحك لازم اعدي بالتجربه اللي انت مريتي بيها يا امينه؟ ولا انت بقى مستكتره ان انا غلطك؟ مش مصدقه ان انا اختياراتي بقت مختلفه عنك؟ طب انت شكلك هتعوكي في الكلام يا ساره، وانا الصراحه ما صدقت مزاجي راق فمش عايزه اتعفرط تاني. عايزه حاجه؟ سلام، اشوفك على خير. مستكبره. الجزمه. شمسي تغيب. سليم يا سليم، اقعد يا سليم اقعد. هو انت يعني لما هسيب له الشركه بكده هتبقى حليت المشكله؟ يا عيني اشتكي لك يعني؟ هو ما اشتكاش بس يعني. بص لو هتدافع عنه انا همشي. وحتى كانت اتخانقت معاه خناق رب السماء وفي الاخر صعب عليا. هو غلطان ما فيهاش ولا يعني. وبعدين بصراحه ربنا هو روحه فيك ونفسه يشوف خلفك. انت لسه ما قلتلهاش صح؟ والله ما حد عارف مين في كل غلبان، ده غلبان ده مش غلبان. واضح ان انتوا الاربعه غلابه. حبيبي امه رمته، وابو لغايه دلوقتي ده لمسه ولا شافه. حبيبي وملاك، ملاك ما ذنبوش اي حاجه في الدنيا. سمي يا سليم، سمي بسم الله، ربنا معك. سمي اسمك بسم الله.
الصوره دول لحد ما تلاقي يوتيرن عندك هتلاقي الحلاوه دي هتلف دي بس هقول لك هتلاقيني واقفه هناك عندك هجرينا وراك يا موسى هو انت بتنزلي من غير بقول ولا عاجبك العيال الزباله اللي عمال عكسك ده؟ مش هو قال كلمتين واديته اللي فيه نصيبه ومشي؟ لا والله قال كلمتين ومشي الحمد لله، كان انا اسف المفروض كنت اتاخر عشان يجي يقول كلمتين ويقعد. لا يا حسن انا مش قصدي انت فهمتني غلط. ما ايه الزفت اللي انت لابساه ده؟ طب ما هو لازم يعكسك، ولا هيعمل ايه؟ انت كويس ما خدتيش معاه البيت. طب ما انا كنت لابساه معاك قبل كده. لا بس كنت زفت معايا انا، انما نزلي بيه ليه لوحدك دلوقتي؟ ولا انت عايز تعكسي؟ يا حسن انا مش عايزه اتعكس فيه. ما بلاش زفت بقى اعملي هبله بقى ومش فاهمه حاجه. هو انا ودي طريقه. لا حسن على فكره ما بحبش طريقه الكلام دي. انا اكلمك زي ما انا عايز. انا بقول لك الحاجه مره واثنين وثلاثه بتعمل ايه انت من غبيه؟ وانا ما استحملش الغباء ده. لا هو انا مش غبيه على فكره. يا شيخ راسي بقى. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. عادل قال لي انك كنت عايزه تكلميني بس مكسوفه تيجي البيت. طبعا ميرسي لحضرتك ان انت جيتي هنا بنفسك. بصراحه انا كنت مكسوفه اجي البيت يعني خفت امينه تكون موجوده هناك. كمان يعني كنت عايزه اعتذر لحضرتك على زله اللسان يعني مع امينه. مفيش اي حاجه خالص انا مش متضايقه. بس انا متضايقه يعني ان انا اتكلمت معاها في موضوع ما يخصنيش. كنت عايزة تتكلمي دلوقتي على اللي يخصك؟ على فكرة أنا مش وحشة قوي كده يا طنط زي ما أنتي متخيلة وعارفة أن أنا ما بنزلكيش من زور وأن أنتي طول الوقت أخداني بذنب أمي وأبويا. أنا مش بقول أنك أنتي وحشة أنا بس بقول أنك أنتي متلخبطة واللخبطة اللي جواكي أنا فاهمها كويس وعارفة كويس قوي إن اللخبطة اللي جواكي ده ممكن يخليكي تتخذي قرار غلط. عادل لما قال لي إنك أنت عايزة تكلميني أنا وافقت قلت أنا كمان عايزة أكلمك على الأقل ما طلعتيش زي مامتك زي أبويا سبت الدنيا كلها وحبيت الراجل اللي كانت اختي بتحبه. اه بس ابوكي ما كانش يعرف حاجه انما انت عارفه كل حاجه. انا زمان اخدت قرار ظلمت نفسي وظلمت ابوكي وظلمت كمان عمك والدليل على كده انه ابوكي دور على راحته مع مامتك. أنا عارفة إن الموضوع صعب ومش سهل بس أنا وعمر نقدر نعمل كده وكمان أمينة ممكن مع الوقت تنسى وتسامح. مش هينفع. أنتِ لازم تختاري. لو اخترتي واحد هتخسري التاني. أنتِ أدرى الناس. مين فيهم خسارته هيبقى أكبر بالنسبة لك؟ ومهما كنت بتحبيه أو هو بيحبك صدقيني الموضوع ده هيفضل زي البطحة على راسك وعلى راسه. هي أمينة هتطلع في البرنامج النهاردة؟ مش عارفة يا مام. أصل نادية كانت قايلة لي إنها هتطلع يا النهاردة يا السبت. ما تتصلي يا سارة تسأليها. مادام نادية هي اللي قالت لك ما تتصلي أنت وتسأليها يا مام. لا يا اختي انا مش هتصل اصل ناديه النهارده رانديفو. عقبالك يا رب عقبالك. ايه الرانديفو؟ اتفضلي يا ست ماما اتفضلي اشرحي له بقى يعني ايه رانديفو اللي طنط ناديه. اتفضلي. تليفونك بيرن مش هتردي؟ مش هتقندل يا ساتر عليكي ده انتي نكديه. لا انا انا ماشي يا راوي. Thank you.
هي يا ست ماينا، احنا هنفضل مقموسين من بعد كده زي العيال الصغيره؟ انا هحتسب من غيري، في حاجات كتيره قوي كنت عايزه احكي. بقول لك ايه؟ بتيجي نسيبنا بقى من العالم دول كلهم يعني ونطلع انا وانت كده ونسافر. انا وانت بس؟ اه انا وانت والبحر. انا وانت والبحر تلتنا، انا وانت انا وانت وبس. ها يا جامد حياتي. والله الحضن ده بالدنيا كلها. صباح النور. اف 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 ايه يا بنتي؟ ايه ده الاوضه مكمكمه؟ قاعده في مقبره ولا ايه؟ هويها شويه حرام عليكي. قولي لي كده مامك. لا صعب قوي قوي قوي. عدي على الصيدلي قولي له اكتب لك حاجه، انا مش برد. بقيت شبه جيجي لما نفخت شفايفها عند العجلات اللي جنبنا. بقول لك ايه؟ تنزلي معايا؟ لا مش قادره. ايه؟ منتخه؟ طيب. على كيفك. باي يا روح. عليا مش عارفه شكلك في حاجه، انت كويسه؟ اه كويسه. بجد؟ بجد. طب يا روح. نعم تتلفني حسن. حسن مفيش حد في البيت. في عليا انت خايفه مني ولا ايه؟ آسف علي، والله آسف، عارف إنك مش هتسامحيني وأنا والله ما مسامح نفسي اللي أنا عملته ده. حسن عمره ما حد مد إيده عليا. عارف إن محدش مد إيده عليا. أنا بحبك أوي علي وبخاف عليك أوي. فكرة إن حد يضايقك حتى لو بكلمة دي جننتني. أنا مش بقولك كده عشان أبرر اللي حصل على فكرة، أنا عارف اللي حصل ده ما يتبررش. بس أنا كنت هتجنن لما شفت أمي عكسوكي. كنت هتجنن أكتر وأنا شايفك خايفة مني أنا في العربية وبتعيطي. بس عارفة ايه بقى اللي كان هيموتني بجد؟ انك قدرتي تختفي اليومين اللي فاتوا دول. ماشي يا حسن، كان لازم نبعد. وقدرتي؟ انا قاعد بلف حوالين نفسي من ساعتها. ايوه عشان انا خفت ولسه خايفة. أنا أصلا فكرة إنك تبقي خايفة مني أنا بدل ما تبقي مطمنة عشان أنا جنبك دي أنا مش فاهمها. علي أنت عارفة أنا بحبك وبغير عليك إزاي واللي حصل ده كان غصب عني. ماشي بس حتى لو أنا غلطت. حتى لو أنت غلطتي ما كانش المفروض أعمل كده. وحياة ليلى ما هعمل كده تاني. حتى لو غلطتي. أنا عندي حواديت كتيرة جدا وهموت من التعب. وهموت من الجوع. انت اكلت؟ انا بفكر اعك النهارده ونطلب اكل من بره، ايه رايك؟ نفسك في ايه الشنطه دي؟ انت مسافر؟ مش بالظبط. ايه السسبنس ده؟ انكل ماله في حاجه؟ لا في انا
بس خايف، خايف اخبي عليك اكتر من كده، وخايف اقول لك. سليم انت كويس؟ انا غلطت، كنت فاكر ان انا صلحت غلطتي، كنت عايز نبتدي صفحه جديده، بس ما كنتش عارف. احنا لما اتجوزنا اخر حاجة فكرت فيها ان انا اسيكي. انت كده بترعبني، حضرت شنطتك ليه؟ هتسيبني؟ لا طبعا، بس انتي لو عايزة انا امشي كده. أنا مش فاهمة أي حاجة. أنا لا أي حاجة، أنا آسف.